أفضل أشياء بعد شهر بعدين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد جزا الله خيرا المتحدثين، لكن أنا داري أقول نصيحة بسيطة. يا خلق الله الصوفي ده تاني ما تخششوا، الود شكله عاشق يعني دار يظهر في الكاميرا وكذا كل يوم كله هلكة، يعني يتكرر نفس الأسئلة ونفس الكلام اللي معاه كويس، وكلام المذكور في كلام بتاع حمار بتاع الشيخ كلام القلة الأدب. فأنا دار أزيد لكم حاجة في طريقة تجانية. فالطريقة التجانية معروفة يا أخوانا، تمشي للغرب موجود الطرق التجانية موجودة، التربية وزي ما قال مزمل الغيب ما متربي. فالتربية دي عندهم طريقة يسمى فيض الجارية، اسمع الكلام ده كويس، موجودة. أي زول يجي من الغرب أو الدول يعني أفريقيا الغربية بيعرف الكلام ده. طريق فيض الجارية عندهم يعني التجانية التربية، طريق فيض الجارية عندهم في المولد، في مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يعني بعد الذكر، بعد الذكر والخرافات والكلام الكثير عندهم، يعني بعد ما يخلصوا من الذكر يقولوا لموا الصدور، يعني هو مختلط اصلا مختلطه نساء والرجال، وكلامنا معروف يعني عند اي صوفي التجاني التربوي فيض الجاري يعني فروع وكده زي شركات كده بيعرف يعني. فعندهم يعني بعد الذكر مختلطه بالنساء وكده يقولوا لموا الصدور باللفظ ده النهايه الذكر يعني في المولد لم الصدور والذم مغفور وإذن بإذن الله وكذا يعملوا يعني الطفع نور ولا ما عارف يعني. فنهاية خلاصة الكلام يا أخي آفة هنا، نهاية خلاصة الكلام يقولوا الامرأة التجانية التربوية الفيدة الجاروية التي تحمل من تلك الليلة، فإذا صادفت وحملت فإنها تلد وليا. والله 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 عندهم الكلام ده، فكل وسخ وكلام الفارغ. فدي الصوفية يا ناس، فدي الصوفية. فالناس ترجع إلى كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح عشان يعني بتنجح. فلاح ولا نجاح إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة، وأي شاب أنا أوصي يعني دخل وعرف هذه المحاضرة يرجع إلى أهله ويبلغ بأي طريقة قال، يعني بموعظة حسنة، يعني شتى السبل، يعني زي ما قال أهل مكة أدرى بشعبها، فأنت أدرى بما تدعو أهلك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كلها خرافات وكلام ده يعني. تفضل اخي شاف. تفضل. واحد بيسال عنه غدوة الزعامة في المعرض. طيب الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا الله خيرا الإخوة الدعاة على هذا المجهود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. وإضافة إلى كلام الأخ، طبعا ده كلام من الواقع، هذا الكلام للأخ كلام عن الواقع، وربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني ده وراك لغاية ما النور كان قبل شوية مولع وطفى. طيب زيادة للكلام ده للصوفي الجبيل ده، وهذا يدل على فساد منهجه وفساد تصوره للإسلام، لأنه صوروا له هم الصوفية. لما جاب المسألة بتاعت الميراث قال بعد ما تجاوب لي المسألة دي بعد ذاك بناقشك في موضوع العقيدة، وده يدل على أنه العقيدة عنده بعد شنو يا أخواننا؟ الميراث. هل أنا لو ما قسمت الميراث، لو أنا ما قسمت الميراث بكون مسلم ولا كافر؟ مسلم. قد أكون أنا ما عندي ذاته حاجة، أبوي مثلا يتوفى أو زول أنا بستحق أرثه، قد يكون يتوفى وما عنده قروش، صح ولا ما صح؟ فهمت؟ لكن أنت زول ميت ما عندك عقيدة، زول أنت ميت، زول أنت ما عندك عقيدة، تستفيد شنو؟ عشان كده أول حاجة يا أخواننا أول شيء تبدأ به التوحيد. وهذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه الرواية في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر. ده يدل على أن أول ما يبدأ به أيها الصوفي
انت شكله راسك ملخبط، اظن حصل لك حادث ولا حصل شنو، راسك بقى جايد ذاته، الوريد بقى ينقل الدم وشريان يمص البتاع، ولا كيف يا دكتور علي؟ فانت شغلتك بقى جايطه، انت تداري لك برمجه، تعال اقعد هنا ان شاء الله بنصنفرك بالكتاب والسنه ونوزن لك الكمبيوتر بتاعك وننزل لك الشفره بتاعت المفتاح، فهمت؟ فاول حاجه بيبدو بها العقيده، الزول بيخش الاسلام وبيمرق من الاسلام بالعقيده، كل شرائع الدين مبنيه على العقيده بما فيها الميراث. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر. يعني حتى لو عرفنا وزعنا لك الهالك ده عرفناه، والهالك ده طلع زي العولاك البيجاي ده، ها زي التجاني اللي بيجي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اداني صلاة الفاتح وتعدل من القرآن 6000 مرة، هذه لا قاعدة هنا. طيب ده لو هو الزول ده لو توفى وهو أبوك أنت، أنت ما بترثه، ولو توفى وهو ولدك أنت ما بترثه ولا بيرثك لو أنت توفيت وهو تجانب العقيدة دي، فهمت الحاصل؟ فأول مسألة نحن دارين أنك تفهم وتتعقل شوية، وذاته قالوا كثرة التكرار بتعلم الشطار، فأنت حضرت كثير المفروض تتعلم، يعني تزول الوقت شكلك كده شاطر، ها لغة وليس دارجية، لأنه الشاطر في اللغة معناه قاطع الطريق، ده ما بيقطع عليك الطريق، دار تمشي لله عديل يقطع عليك الطريق. ولذلك أخواننا أول مسألة مسألة التوحيد، بعد ذلك المسائل في الميراث، المسائل في الصلاة، المسائل في النوازل، المسائل في البيوع في غيرها، مسائل تتجدد، مسائل بيقعدوا لها علماء ولجان ها عشان يقرروا مسألة من المسائل، وهذه ليس فيها عيب للإنسان إذا مسألة من المسائل فاتت عليه، فهمت؟ الإمام مالك كان بينكر حديث الاستفتاح، أن تقول الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، دي الإمام مالك كان بينكره. الإمام مالك تلميذه ابن وهب علموا التخليل في الأصابع، كانت فايتة عليه، ما في مشكلة في الموضوع ده. يعني أنت يا صوفي لو حسمت معانا الموضوع ده وبقينا في الميراث وبقيت عقيدتك نجيضة وعندك معلومات، أنا بكرة بشيل قلمي وورقتي وبجي أقعد لك تعلمني الميراث، فهمت؟ فهمت؟ ما خلي نفترض إنه داري يوزع علينا حجار ولا قروش، أنا بجي بقعد لك. لكن أنت يا صوفي يا درويش عقيدتك خربانة ونحن ما متفقين في العقيدة، ما بمشي معك تاني لمسائل العلم التاني. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإنهم أجابوك، لأنه عندي أداة شرط، دي تسمى عند علماء المنطق جملة مكفولة، يعني بكون معك الشرط يتحقق بمشي معك للجواب، الشرط ما تحقق نقعد في الشرط ده. فإنهم أجابوك، إن أداة شرط أجابوك ده الفعل، أجبتني بنمشي معك للجواب فأعلمهم، ما أجبتني بنقعد في فإنهم، احنا قاعدين معاك فينهم، فهمت؟ اصلا ما بينفارقك. فعشان كده ما الواحد يا اخواننا ما يقعد زول ما فاهم الدين وما علمه الدين صحيح ويجيك، ودي نفس الوهمات بتاعت الازيرك والشفت اللي اسمه عبد الواحد ده، زول طرنقع ساكت يجيك انت مثلا، ودي برضه بنوصي بها اخواننا، يجي يلقاك في حلقه شغال توحيد او نصيحه في مساجد الداخليه وغيره، دي وهمات الصوفيه، التعاجيز، اسئله تعجيزيه ما من وراها مصلحه دينية أو دنيوية. يقول لك ماذا قال ابن القيم في كتاب الفوائد صفحة رقم 14، ماذا قال البخاري في صحيح البخاري الصفحة رقم 407، لو جبت البخاري وزمن البخاري ذاته ما كان في ترغيم للصفحات، فهمت؟ لو جبت البخاري وكان في ترغيم ما بعرفه ولا مطلوب إنه يعرفه. يقول لك ماذا قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد 13 صفحة 313، استفيد شنو يعني؟ ماذا قال؟ ما أنا ذاتي بملاك بس أحفظ كتب. ماذا قال ميكي جيب صفحة رقم 4، وماذا قال؟ ما بتتحلى، وده ما مسؤول. تاني يجي نفس الأسئلة بتاعت أو أسئلة ما الإنسان ما يستفيد منها، ما هو اسم النملة في سورة النمل؟ وقالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سي مجنون النملة دي، لو ما عرفتها أنت جاهل، أسي ده موضوع أسي جاهل يا توم. الزول اللي بيسأل السؤال ده، ما هو اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف؟ ما هو اسم الفيل الذي في صورة الفيل؟ وهكذا، دي أسئلة تعجيزية ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا نعملها ولا يترتب عليها علم ولا عمل، فهمت؟ فيتا انت لو اصلا زول النجيط، لو زول النجيط
لما تجي تخش هنا ناقش العقيدة، العقيدة دي الأساس، إذا انصلح الأساس انصلح المبنى، وإذا فسد الأساس فسد المبنى، بالمنطق وبالكورة وبكله. أول حاجة بسجلوك تبعد داك تضجر، لكن دار تضجر ساكن تقول أنا هلالابي تمهوم ولا نعلمك برضو ما يزور يا أخواننا، ما يبقى لي درجة زي دي، ما تبقى لي درجة زي دي، فإنت زور خليك فاهم. طيب قال هل تجوز الصلاة خلف كاتب التمائم؟ جزاك الله خير. أول حاجة تعرف حكم التمائم، التمائم دي الحجبات العتق، هذه لا قاعدة كتاب ظاهر الرياض، وينه؟ فهمت؟ قاعدة التمائم دي كتاب ظاهر الرياض وغيرها من الكتب، ودي قاعدة هنا في جواهر المعاني وبلوغ الأماني، هذه اللي بتلقاها بيجاي، تلقى صور قاعدة، صور بتاعت مربعات وحروف وطلاسم ونجوم إلى آخر من الخزعبلات، فدي بعلقوها ويقول لك ده بيحفظك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وده تأكيد لأنه جاءت في صيغة المبتدأ والخبر ودخلت على إن لنجيضة، فهمت؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فما بيجوز للإنسان يعلق سواء كان في العضد أو كان في العنق أو كان للمولود أو ناس يعلقوا في العربات، فهمت؟ أو غيره مما يعلق، أو كانت صورة أو كانت رسمة أو كان اسم أو كان شكل، ده كله يا أخواننا ما بجوز. والختم المرسوم فوقه هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الإنسان اللي بيكتب التمائم هذا إنسان دجال ومشعبذ وإنسان ساحر، ودال المفروض توجه لهم السؤال الجبال، عرفتها؟ لأن أخواننا كتب السحر بيكون فيها اسم الله، بيكون فيها اسم الله. والصوفية ولا اللي قاعدين يكتبوا الحجبات في السودان منه يا أخواننا وفي العالم كله؟ اللي بيكتب الحجبات منه؟ طيب الحجبات دي جوا فيها شنو؟ فيها طلاسم، والطلاسم بيكون آيات مقطعة أو آيات محرفة، صح ولا ما صح؟ قاعدين تودوها وين؟ أول حاجة قاعدين تكتبوها بالنجاسات يا صوفية، هذا حكم شنو؟ ما قبل سأل عن وضع اسم الله في الأرض رفعناه. طيب رأيكم شنو تكتبوا الآيات القرآنية بالنجاسات ولا ما في؟ نمرة اثنين، رأيكم شنو قاعدين تدفنوها في المغابر ولا ما في؟ قاعدين تحرقوها، تحرق المصحف ليه؟ اسم الله تحرقوه ليه؟ انت الله قال لك، ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليحرقوا آياتي ولا ليتدبروا، هذا حكم شنو؟ فالزول اللي بيكتب الحجبات والبخرات والفكي ده ما تصلي وراه نهائي، ما تصلي وراه. لو ما في مسجد في الحلة تب، إن ربنا يسر لك نصحت الناس وبينت لهم الحق وجابوا إنسان تاني أحسن منه، إنسان كويس في العقيدة وما عنده بدع وضلالات، فبها ونعمت. إذا لقيت تاني زول عنده بدع وضلالات، ما بدع كفرية ولكن ما عنده شيء من الشركيات، ولم يكن مسجد إلا ذاك المسجد، فتجوز الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عثمان بن عفان لما سئل أيام الفتنة قال إنه يصلي بنا إمام فتنة، فقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلي، قال له عثمان صلي، فإن خير الأمور الصلاة، كما قال رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، عرفت؟ ده لكن زول ما عنده شركيات. أما زول زي ديل التجانية وزول زي السمانية وزول يحكد ده كله خليه زي الجبال ده، أسيد أنا أصلي وراه كيف؟ ده أول حاجة. غير العقيدة ده عنده شروط تانية، انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود قال من رأيتموه يأتي بهيمة فاقتلوه والبهيمة، ده هو بهيمته اللي اتنين اقتلوه، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وده يقول رضي الله عنه معتبرة كلامه، وده نفس الشغل بتاع المشركين. ربنا قال في سورة الأعراف ليس مدسوس، مدسوس هو، يا سلام عليك، انا من قبل دائرة التهمة دي، انا ما اخذت لك الكتاب ده من قبل، اصبر له بجيو، اصبر له بجيو بجيو، اصبر له. طيب بعد ما اصبر، خلينا نرد ما بديك الفرصة. طيب هنا الكتاب ده،
هنا في الكتاب ده ما بديك ما بديك خلاص امشي 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 طيب هنا اخواننا ده كتاب ده كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية تأليف الأستاذ الشيخ عبد المحمود ابن الشيخ نور الدائم الطيبي 1845-1915 تحقيق البروفيسور الفاتح الحبر عمر أحمد الطبعة الخامسة 1436-2015 شركة مطابع السودان للعملة دي مدسوسة أجيب القروش في يدك أوعك تركب مواصلات فهمت الليلة أركب لك حمارة إن شاء الله ما يلاقوك صوفي فهمت؟ طيب قال ردمك ده الرغم بتاع الإداء يا صوفي فهمت؟ ده الكتاب حقك أنت أنا أديك في الكتاب ده أديك نقولات لعبد المحمود نور الدائم من كتاب طبقات الشعراني يا أخواننا أنا أعرف الكتاب ده حق الزول كيف إما هو يعترف به أو يعترف به تلامذته أو يدل الناس على هذا الكتاب اعترفوا به الصوفية ذاتهم هل أنا أصدقك أنت لأنه الزول ده شاف الشغلة دي حارة يا زول فهمت اعترفوا به شيوخك ذاته ده عبد المحمود نور الدائم قبته في طابت وده بيمشي يتبرك به والبرعي وكل الصوفية موجودين في السودان طيب توثيق الشعراني أنا عامل عليها نقطة وصفحات 358-341-319-288-282-269-249 دي كلها نقولات نقلة أنا بفتح لك يعني شنو من غير اختيار أول حاجة 358 الصفحة 358 نقولات لعبد المحمود نور الدائم 358 نقولات نقلة عبد المحمود نور الدائم من الشعراني كتابه طبقات الشعراني وفي صفحة قبلها ناقل من كتاب طبقات والضيف الله لأنه ده دار ينكر الإزيرك قال ده كتاب من غير إسناد نقله شيخك عبد المحمود ذاته يا الإزيرك طيب الصفحة 358 طيب بعد ما أنا أذكر لك إنه الكلام ده ذكروا نقل إنه عبد المحمود نقل من الشعراني الاسم ده ذاته النقله تفتش الشعراني وبتلقى طيب قال وذكر الإمام الشعراني رضي الله عنه في ترجمة سيدي الشيخ إبراهيم المدبولي فتش إبراهيم المدبولي هنا محمد نورين فتش ورا في الفهرس وامرقوا لنا نشوف نفس الكلام ولا لا قدس الله سره أنه كان يسأل الفقراء القاطنين عن أحوالهم ويباسطهم فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة الفكي شاف ليو يا اخوان اي زول بناقش برا ما تناقشوا اي زول داير تعال خش هنا فهمت نحن هنا ما بنقول لك امسك راسك وامسك راس البتاع طيب قال فرأى يوما شخصا منهم كثير العبادة ناقص الدرجة فقال له لعل والدك غير راض عنك بعاين في اللوح المحفوظ انه الحوار الفلاني شغال يا حي يا قيوم واكاكين اكاكين سكاكين فكاكين لككن وامم اميما في ميمي ورجال بامباي الى اخر لكن الدرجه بتاعته ناقصه ده قال هو قال كده قال فقال له لعل والدك غير راض عنك يا ولدي قال لي يمكن انت مع عبادتك الكثيره ابوك ما راضي عنك فقال نعم ابوي ما راضي عني طيب قاعد مع الشيخ تسوي شنو؟ تمشي تفتش بر الوالدين عشان تعرف انه الصوفي ما عنده اولويات ذاته ما بيفهم الدين فهم صحيح ما شوف بر الوالدين ولا شوف بر المريد بر المريد طيب قال أتعرف قبره؟ عارف قبره؟ قال له أي نعم فقال اذهب بنا إلى قبره لعله يرضى والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له مش الميت يدعو للزول الحي الصوفية بجيبوا الأحاديث والأدلة والآيات يقوموا يقلبوها رأسا على عقب قال الشيخ يوسف الكردي لقد رأيت والده خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ مرق من القبر وبقى ينفض في التراب قال فلما استوى قائما قال الشيخ الفقراء جاءوا شافعين ليطيب خاطرك على ولدك هذا قالوا له الفقراء ديل شافوا انه ولا ابوك ده ولدك ده مع الفكي وانت ما راضي عنه درجته ناقصه دارين انك ترضى عنه عشان ربنا يرفع درجاته قال فقال اشهدكم اني قد رضيت عنه فقال ارجع مكانك فرجع
وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس الحسينية. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم، ربنا عز وجل قال: أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وفي تفسير الآية والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، لما استشهد والد جابر عبد الله رضي الله عنه، لما استشهد ونزلت الآيات من سورة آل عمران، وربنا قال له: عبدي تمنى علي قال أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال: لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. ونزلت هذه الآيات من سورة آل عمران: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فده كلام عجيب، وهذا الكتاب قاعد بتاع إبراهيم المدبولي، أفتح لك ممكن تاني صفحة تاني برضو بتلقاه قاعد عن الشعراني 268 مثلا، 268، عشان نعرف إنه يا أخواننا النقاش يكون نقاش علمي. إحنا بنجيب كتابك يا فكي ويا غيره ونوري الناس الحاصل شنو. 268 كويس. طيب قال: ذكر سيدي، ده برضو ممكن تراجع هناك، عبد الوهاب الشعراني قدس سره في الطبقات الكبرى. هذا لذاته، افتح الغلاف ده شوف اسمه شنو فوق الطبقات الكبرى. قال في ترجمة سيدي الشيخ إبراهيم الجعبري رضي الله عنه قال: وكان يوما يعظ والناس يبكون، فقال له: لهم قولوا معي شقع بقع بالله يقع. أثناء الكلام كده قال لهم: شيلوا معي. جماعة شالوا معه شقع بقع بالله يقع. فجاء الخبر أن القاضي المالكي نزل من باب المدرج من قلعة مصر فوقع فانكسرت رقبته. ونستفيد منها شو؟ شوف الصوفية بسيوا للمالكية، فهمت؟ شقع بقع بالله يقع، يقول شقع دي شقع وبقع وأي حاجة قولها أنت، أكسر لنا رقبة ترامب ورقبة ناس الحركة الشعبية، فهمت؟ والرقبة بتاعت الإسرائيليين، شقع دي قولها ولا ويكفت يا ناس. ده شنو ده شقع دي شنو ده قاعد في الكتاب ده؟ عشان كده الولد طوالي شنو ولا مدبرا ولم يعقب. ما بتقدر تنتظر الشغل ده، فهمت؟ ما بتقدر تقدر تنكر لي ترد لي الكلام بتاع عبد المحمود نور الدايم، كلام عبد المحمود نور الدايم. عبد المحمود نور الدايم ما منصف شنو يا اخي، انت فاتح لك ما عندك اي حاجه، ما عندك كيس ذاته عشان نقول كيسك فاضي. طيب قال من الكلام اللي بيقولوه، وانا شايل كتاب انت جايني بيدياتك، بس زول كل المؤهل بتاعه انه زول جاي داري ناقش وداري غالي، ثاني ما عنده اي مؤهل، ما عنده اي فهم في الدنيا دي، بس الا انه يجي غالي وحفظوه كلام داري يقوله هنا. يا اخ ما في عليك الله امشي. طيب قال: شبهه يروج لها الحزبيون يقولون انه ابو هريره اخذ العلم من الشيطان، ارجو الرد على هذه الشبهه. حديث هو حديث فضل آية الكرسي، وأن النبي ما تناقش يا أخواننا، زول ما عنده أي موضوع، فهمت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه بالأموال بتاعت الصدقة، والشيطان كان بيجي يسرق منه، كان داري يسرق أبو هريرة رضي الله عنه قبضه، فقام اشتكى. أنا بقول لك آيات تقول ما عندي موضوع وحديث، فهمت؟ المهم اشتكى لأبو هريرة الحاجة، قال له أنا عندي حاجة وكذا، أبو هريرة رضي الله عنه تركه. لما أصبح أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله شكى الحاجة. قال: أما إنه كذبك وسيعود. فكرر المسألة دي الليلة الثانية، في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: ألا أعلمك شيئا؟ يعني وتخليني. أها. قال: إذا قرأت آية الكرسي لم يقربك شيطان حتى تصبح، ولم يزل عليك حافظا من الله. فأبو هريرة رضي الله عنه لحرصه على العلم تركه، وما كان يعلم أنه الشيطان، فهمت؟ فجل الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: أما إنه كذبك أما إنه صدقك وهو كذوب، أو كنت تعلم من تكلم يا أبا هريرة منذ 3؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان، أو قال شيطان. وده فيه دليل إنه الأولياء ما بيعلموا الغيب، فهمت؟
المهم العلماء قالوا أبو هريرة رضي الله عنه عرض ما حصل له مع الشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بالسنة التقريرية ولا يسمى بأخذ العلم من الشيطان. لأنه لما الشيطان قال لأبو هريرة رضي الله عنه أقرأ آية الكرسي بتحفظك من الشيطان ولم يزل ولا يزال عليك من الله حافظ، ما طوالي مشى نام بالليل وقرأ آية الكرسي. أول حاجة جاء الصباح وعرض هذا الزعم من الشيطان، عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به أبو هريرة. عرفتها؟ وده كلام عجيب. طيب يا حزبيين اللي بيقولوا إنه أبو هريرة شال علم من الشيطان، أنتوا حصلتوا مرحلة أبي هريرة رضي الله عنه؟ ها؟ يقول لك لا. طيب نحن حصلنا مرحلة الشيطان؟ يقول لك ها؟ طبعا الدجال ده بيقول لك فيها غولان. المهم نحن حصلنا مرحلة الشيطان؟ نقول بيقول لك لا. طيب ليه ما بتتعاونوا معانا وتاخذوا مننا العلم؟ ليه؟ لما نجي نتكلم يا أخ مسجد هنا بتاع حزبيين في اللاماب بيمنعوا دعاة التوحيد من أخواننا، هنا أحمد نورين ده عمل نصيحة طفوا النور، ما بتاعت الاتجان اللي ذكروا أخونا قبل، بيمتى طفوا النور من التوحيد كويس. تاني واحد من أخواننا يتكلم شغل أجاطط كويس، بعد شوية بيجوا يجيبوا صوفية، واحد اسمه العقلي ده صوفي بقرة مع الخنجر في إنه الأولياء بنزلوا المطر، صوفي عديد بيقري أنصار السنة حزبيين في اللاماب، فهمت؟ بيقرر مصطلح الحديث داك يجيك رابط عمته وقاعد ها أولها الصحيح وهو ما اتصل، يا زول وين شرط الضب؟ ده ما مسلم ذاته، فهمت؟ اللي بتاخذ منه ده ذاته ما صحيح، فكلام غريب. انت ليه ما بتاخذ مننا نحن؟ ما بتاخذ مننا ليه؟ عشان كده اخواننا الحزبين ديل ما بينصروا دين، كلامهم كله اناشيد اناشيد، واحببتك ولم اكن احبك سوف احبك وتحبانه ويحب، يا هو الساكت يا اخ ما بينشروا توحيد. اي محلة الشباب يمشي يبلغوا دعوة التوحيد الحزبين يقيفوا حي الصف، فهمت؟ ويمشوا يا أخ اليوم قبل الأسبوع الفات أنصار السنة في جامعة كردفان بيوزعوا المطوية اللي كان رد عليها أخونا شيخ أبو بكر، وفتحوا فيه بلاغ بسببه ناس هاشم جلاب وداك بتاع الحاج يوسف مجد أبو سفيان، فتحوا في أخونا بلاغ شيخ أبو بكر لأنهم هم وزعوا مطوية عندهم في جامعة السودان الجنوبي، رسالة إلى مشايخنا الأفاضل الصوفية قالوا أهل القرآن ما عارف يمشون مع الشيعة كلام نحو يعني نظام نحن دارين نستعطف الشيعة يعني الصوفية عشان نقف معهم ضد الشيعة، أحكاكم سوا نقف ضد الشيعة كويس. لما انتقد عليهم الكلام ده وإنه التعاون مع أهل البدع باطل وحرام باتفاق المسلمين قاموا فتحوا فيه بلاغ ونبستنا وما نبستنا. الأسبوع الفات نفس المطوية بيوزعوها في مجمع السنتر جامعة كردفان في الأبيض، هناك في الأبيض كويس ماشيين معهم تتعاونوا مع ديل والآن الحزبين قاعدين في النيل الأزرق، الآن في النيل الأزرق دق لي واحد من أخواننا هناك أول امبارح بيتعاونوا مع عبد الملك السروري، عبد الملك سروري في الجامعة كان زميل شيخ مزمل في جامعة النيلين تلميذ عبد الحي يوسف زول تكفيري خارجي، الآن مجدي أبو سفيان نازل معه وهو قاعد ينسق لمجدي أبو سفيان والشلة بتاعت أنصار السنة بنسق لهم في البرامج هناك، تعاون معا قال ضد الشيعة. النيل الأزرق فيها شيعة؟ الأزرق قاعد فيها 8 سنة توحيد ما لقيته إلا لما جيت هنا، ما لقينا أي حاجة، صار السنة فيه صامين صمت خشوم ما في أي حاجة كلهم بتاري. آخر مرة مشينا النيل الأزرق الجامعة هناك واحد من الشباب قال لي عليك الله تكلم لنا في الحجبات، لأنه في فكي واحدة دارة تجلد حجابها في السوق، سوق اسمه 5 دقائق ولا اسمه جنو جنب السوق الكبير كويس، مشت تجلد له والبيجلدوا المعاوز مشوا يفطروا نص نهار الساعة 9 داك خلبيها ومشى زنبيها في نص السوق، قال لي اتكلم تقول لي شيعة وينهم الشيعة؟ شيعة وينه عمك واحد بس وما بندي فرصة وزوت عشان تعرفوا عجيب لابس له شبشب بتاع 200 ولا جنو، انت دار تعمل دعاية انت فهمت؟ المهم ما في شيعة يا اخ ما تقعد تلعب علينا، فده الناس مجرمين عندهم قنوات قناة نور وقناة والبصيرة وغيرها وكلها ما فيه وكلام في العقيدة والتوحيد، كلام في العقيدة ما في، حتى دجال الفتحات اللي بعض الناس بيزعموا انه زول بيتكلم في التوحيد لما يجيبوا في قناة البصيرة عشان يكمل الحلقة ويجيبوا الحلقة الثانية ويدوا حق الحلقة، فهمت؟ ما بيتكلم في العقيدة هوس،
ولذلك أخواننا نحن بندعو الناس كلهم لا تنتمي لجماعة لا لحزب ولا نحن منتمين لجماعة ولا حزب، نحن بندعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يترك التمزق والتفرق والتحزب، وأن يتعصب الإنسان للحق، وأن يستمسك الإنسان بالحق الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، إن شاء الله نجي الأسبوع القادم. بارك الله فيكم. إن شاء الله نذكر يا إخوان المحاضرات تلقوها على قناة المنهج السلفي بالسودان على اليوتيوب.